ايه يا مستر هليفي، انت عمال تلف وتدور كده في ايه؟ انا جاي اسحب رصيده كله من البنك، انا حر. طبعا مستر ناجي انت حر، بس كان لازم تعطيني خبر مشان اجهز لك الحساب. ما يصير هيك فجأة هاتوا فلوس خذ فلوس، لا لا ما يصير، صعب. ماشي اجي اخذهم بكرة. لا لا بكرة صعب، نحن صرنا بكرة، المسألة بدها شوية وقت. وقت ايه؟ دي فلوسي، لما عوزها لازم الاقيها في اي وقت. مستر ناجي انت لازم تهدى مشان نعرف نحكي. تشرب قهوة؟ مش عايز زفت. مستر ناجي انت ليش زعلان من بنك لأمي؟ عشان البنك اللي يسرب رصيد عملائه لأي جهة مهما كانت يبقى بنك غير أمين. لا لا مستر ناجي ما بيصير تحكي هيك، هذا أضخم بنك في الشرق الأوسط. مستر هليفي، هاخد فلوسي إمتى؟ الحقيقة ما أعرف، أنا جت لي أوامر من جهات عليا بتجميد كل أرصدتك وما أقدر أحركها إلا لما تجيني أوامر ثانية. تجمده أرصدت أنا؟ لا ده نصايا، أنا أطبقها على دماغكم كلكم إلا الفلوس، وأنا هعرفكم مين نجع طلّة يا حرامية نصابين يا ولاد الكذب.